وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له وويل له. نعم، وهذا يقع فيه كثير من الناس من المتفاكهين اللي يريدون يضحكوا الناس، ولا سيما في التمثيليات اللي كثرت الآن وهي كذب، فهذا يعد منها الكذب والعياذ بالله، ويخترع كذب من أجل يضحك الناس ويقول شيئا لم يحصل من أجل أن يضحك الناس. الكذب لا يجوز في حال من الأحوال، وديننا دين جد وصدق ولله الحمد، ما هو بدين هزل وكذب. المزح لا بأس به إذا كان من جنس مزح الرسول صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، يقول من باب التورية، يقول شيء على خلاف ظاهره وهو حق. جاءته امرأة كبيرة السن فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة عجوز. من باب المزح، فالمرأة أصابها الهم والحزن، فقال لها: أما سمعت الله جل وعلا يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فالمسلمة الكبيرة تعاد يوم القيامة شابة، تدخل الجنة شابة في سن الشباب، فالرسول مزح عليها ولم يقل إلا حقا، ما قال كذبا. جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعير، فقال له صلى الله عليه وسلم: لأحملنك على ولد الناقة. الرجل فهم أنه يحمله على بعير صغير، على بعير صغير، ولد الناقة يعني صغير. قال: وماذا يفعل ولد الناقة؟ قال: وهل تلد الجمال إلا النوق؟ فهذا مزح لكنه حق، هذا مزح لكنه حق، ما فيه كذب. نعم. وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم.